هجوم قاسي من الطبيعة ومدن بأكملها فاضية، حالة طوارئ في العالم كله وحظر تجوال في الشوارع في ظل تناقل أخبار مغلوط، لكن كل ده بيطرح سؤال واحد، هو مين المستفيد؟ الإجابة هي كوكب الأرض. العالم بقاله 3 شهور بيعاني من وباء قاتل حصد آلاف الأرواح وحبس ملايين الناس في بيوتها، لكن الطبيعة استفادت من معاناة البشر ودي ما كانتش أول مرة. في الصين التلوث الكيميائي قل بنسبة 70% بسبب قفل المصانع الفترة اللي فاتت، وتحسنت جودة الهواء بنسبة 21.5% من أي وقت عاد خلال شهر واحد بس. انخفاض نسبة تلوث الهواء في الصين أنقذت حياة 77,000 شخص، وفي إيطاليا قنوات فينوس نطفت والدلافين رجعت لها من جديد بعد غياب استمر لعقود من الزمن. حيوانات كتيرة بدأت تظهر تاني في شرق آسيا كنا فاكرينها انقرضت، ودول بأكملها اتجهت لتنظيف وتعقيم الشوارع والبيوت، مما أدى إن أصبحت سنة 2020 أنظف سنة في تاريخ البشرية. يمكن دي تكون رسالة من الكوكب لينا عشان نقدر نكمل حياتنا عليه من غير تلوث ومشاكل. فيروس كورونا أثبت لنا قد إيه سلوكياتنا اليومية بتدمر كل حاجة حوالينا، وكانت ممكن تبقى دي نهاية العالم فعلا، وإن الطبيعة بتقدر تعالج نفسها بنفسها بمجرد غياب الإنسان عنها، وكل اللي محتاجاه شوية رحمة من البشر. لكن اللي عايزين نوضحه أكتر هو إن برغم قسوة الظروف الحالية وصعوبة المحنة اللي بيمر بيها العالم، إلا إن اتولد من قلبها منحة كبيرة وفرصة جديدة للحياة. وبدل من انشغلنا بسؤال يا ترى هتكون دي نهاية العالم، خلينا نفكر يا ترى دي هتبقى بداية عالم جديد؟